قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. كان يا مكان، يا سادة يا كيروم، ولا يحلى أي كلام إلا بذكر الله في البدء والختام، والصلاة على خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان، في زمن من الأزمان كان في أرنب اسمه رادي. من يوم ما اتولد الأرنب رادي وهو عنده إعاقة في رجله بتخليه ما يقدرش يجري بسرعة زي باقي الأرانب، لكن مامته علمته وفهمته إن ربنا مدينا نعم كتير جدا حلو، ولو ابتلينا في نعمة منهم لازم نرضى ونشكر ونقول الحمد لله. وفعلا الأرنب رادي كان بيحمد ربنا وهو رادي، وكان بيقدر يتعامل مع مشكلة رجله ويتغلب عليه. لكن المشكلة الأكبر كانت في الأرانب التانية اللي ما كانوش قابلينه لأنه مختلف عنهم، وكانوا دايما بيبعدوا عنه وما بيردوش يكلموه ولا يلعبوا معاه، وكانوا بيتريقوا عليه وعلى تعب رجله كمان. الأرنب رادي كان بيتضايق من تريقتهم وكلامهم الجارح ويروح يشتكي لمامته، ومامته تقوله معلش ما تزعلش، بكرة يعرفوا غلطهم ويعرفوا قد إيه أنت مميز ومختلف وعندك نعم كتير ممكن ما تكونش عندهم. ده نفس اللي البنات بتعمله معانا في المدرسة يا جدو، هما بيعملوا كده مع نونة. أيوة يا بنتي، وبكرة إن شاء الله كمان البنات هيعرفوا غلطهم زي الأرانب. يا رب يا جدو، يا رب يعرفوا غلطهم. أكمل لك بقى الحدوتة. وفي يوم من الأيام وصل للغابة أسد قوي ومفتري، كل يوم بيأكل 5 أرانب على الغدا و5 أرانب على العشاء، والأرانب بقت كلها خايفة ومرعوبة ومش عارفة تعمل إيه معاه. الأرنب رادي خاف زي كل الأرانب وقال لمامته أكيد الأسد الشرير ده هيبتدي يأكلني أنا الأول لأني مش هعرف أجري وأهرب منهم زي باقي الأرانب. مامته قالت له صحيح أنت ما بتقدرش تجري زيهم، لكن ربنا أداك نعم تانية كتير تقدر تستفيد منها وتتخلص من الأسد الشرير. الأرنب رادي قاعد يفكر إزاي يحمي نفسه ويخلص الأرانب من الأسد وشره. وساعتها كل الأرانب اتريقت عليه وقالت له بقى معقولة إحنا الأرانب اللي بصحتنا وقوتنا ما نقدرش نهزم الأسد وإنت اللي هتقدر تهزمه يا رادي؟ الأرنب رادي قال لهم أيوة هقدر، لأني مش ههزمه برجلي، ههزمه بتفكيري وعقلي. وفعلا فضل الأرنب يفكر ويفكر لغاية لما وصل لخطه. الأرنب رادي راح للأسد في عرينه، وأول لما الأسد شافه هجم عليه، لكن الأرنب قال له أرجوك ما تاكلنيش، أنا بحبك وخايف على مصلحتك وجاي أحذرك يا ملك الغابة. سأله الأسد هتحذرني من إيه يا أرنوب؟ الأرنب قال له بأحذرك من أسد تاني بيقول إن هو ملك الغابة وإنه أقوى وأشجع منك. الأسد اتنرفز جدا وقال أنا ملك الغابة الوحيد ومفيش أقوى ولا أشجع مني. رد الأرنب يبقى الحل الوحيد إنك تبارز الأسد ده وتغلبه وتثبت له وتثبت للكل إنك أنت ملك الغابة الوحيد. الأسد قال له معاك حق يا أرنوب، قل لي بسرعة فين الأسد ده وأنا هخلص عليه. رد الأرنب الأسد موجود هناك عند النهر، أول لما تبص في النهر هتلاقيه قدامك. وفعلا راح الأسد للنهر، وأول لما بص فيه لقى انعكاس صورته على المية وافتكره أسد تاني، وهب قام نطت علشان يحاربه، لقى نفسه وقع في المية وغرق. وبكده ارتاحت الأرانب من الأسد الشرير وشكروا كلهم الأرنب رادي اللي قدر يغلب الأسد بعقله مش برجله. ومن يومها والأرانب عرفت إننا حتى لو كنا مختلفين فكل واحد فينا ربنا مديله نعم كتيرة بتخليه مميز عن الباقيين، ولازم نقبل اختلافنا ونساعد بعضنا ونحمد ربنا على كل حاجة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ايه ده انت نمت يا جدو؟ كنت عايزة اقولك ان الحدوتة طلعت حلوة قوي، وانا مش هقراها لنونة بس، ده انا هقراها لكل زميلاتي في الإذاعة المدرسية علشان يعرفوا ان اختلافنا نعمة وما يخوفش وما يتريقوش على اي حد مختلف. يلا تصبح على خير يا جدو.
تصبح على خير. لا 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 يا جدو نان. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.